السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم الـ Action Performed. في البداية الـ Action Performed يعني أحتاج أنه أخذ هذا الـ URL اللي أنت تعطيني إياها في التكست وأقوم بتحويلها للتكست مرة أخرى لتأكد أنه أنت أعطيتني تكست، حتى يعني لضمان أو تأكد من أنه أنت أعطيتني تكست. أوكي، يعني أحول أيضا لتكست. فكرة من عنده، ممكن بعض الهاكرز يستفادون انه يضيف ارقام مثلا، يضيف كود مثلا. لما تحول كل هاي الاشياء، اي شيء انت تدخل بيها ادخال مثل التكست، اوكي، اي شيء بيها ادخال لو حولتها الى سترينج بعد ما يبقى لها اي قيمة، اي معنى ما يبقى بيها. لاحظ انه في كثير من اللغات تضيف فيها ترم وتضيف فيها اشياء كثيرة وقمة المحاولات في سبيل انه انت ما تخترقها، لانه الهاكر يدخل لك عن طريق التكست. Label مو edit، البوتون not editable، لكن التكست editable، أي بمعنى أنك ممكن تغير في محتويات التكست. فلما تحولها كلها إلى تكست، إلى string، خلاص انتهى عملها، مات كل الكود في داخلها. حتى لو كتبت أي كود يحاول يخترق الداتابيز مات، لأنه راح يحولها إلى string، انتهى الموضوع. فهاي هي security، أيضا نوع من أنواع security في الجافا العالية. جميل. في البداية أنا شو أحتاج؟ أحتاج أنه أعمل string، هذا string URL موجود فيها من التكست اللي أنت راح تكتبه في التكست field. get text يحصل لي التكست. هذا التكست أحتاج إلى من؟ إحنا أخذنا في كلاسات الشبكات، تذكرون في الشبكات إحنا أخذنا أنه إحنا ممكن نحصل الأدرس عن طريق الـ init address، صح؟ فاستخدم init address. الانت address هذا حسميها i يساوي init address. اوكي، خلونا نجلب المكتبة. اوكي، لا init address. اوكي، init address. اوكي، ما موجوده يمكن الانت ادريس هناك. dot get by name. get by name من هو؟ ال URL اللي قام باضافتها اذا كانت ويب سايت. هنا نحتاج انه ال i to init address. ليش نغيرها الى all؟ سوري، ال all حيتحول الى array، لكن get address by name ما يحتاج. اوكي، هذا يحتاج انه نعمل شو؟ نعمل surround with try catch error، نعمل double click، عملنا surround with try catch error. هاي اول مهمة. بعد ما انت حصلتها ووضعتها في ال init address، شو الشيء اللي انت تحتاجه؟ تحتاج لانه تعمل string، هذا string اسمه مثلا IP، ال i اللي هو init address dot get host address، صح؟ هستخدم هنا get host address. اوكي، احنا ممكن هنا نطلع ال IP j option pane dot show message dialog. show message dialog لمن؟ لهذا الميثود اللي احنا نريده. اذا this، هاي اول واحد. شو هو المسج؟ الاي بي. هاي هي الفكره، يعني انه هو راح يظهر لك دايلوج، هذا الدايلوج راح يظهر لك الاي بي اللي انت تريده. كاتش، في الكاتش ممكن اني استخدم ايضا دايلوج اخر. That's good. دايلوج اخر، هذا نفس الدايلوج، نفس الدايلوج، واجي اضيف فيها مثلا this الاكسبشن، هذا e1 this للاكسبشن ال e1 dot to، احولها الى string to string، حتظهر لي عشق string. that's it. يبقى عليك اخر مرحله اللي هي انه ترجع لي المين. في المين انه انت تجمع بين هذا الكونستركتور اللي حيدخل في داخل الميثود ويطلع هنا في المين. فاذا عفوا،
يحتاج انه اني اخذ الكونستراكتور اللي هو المين واكتب هنا أنا فقط وير هنا في المين اكتب نيو في فارز منقطة. هيا بنا لنحتفل. اوكي اها ما هذا يا ويلي. That's good. بس يعني ما اريد يكون عملاق بقدر حجم رأسي. يعني احنا هنا في عندنا مشكل. الليبل خلونا نعمل بعض الكاستمايز. 50 70 والبوتون ثمانين ثلاثين مية وخمسين مية اوكي مية وخمسين مثلا عشرين نعمل رن من جديد. لا زال البطن بقدر حجم رأسي. اوكي هنا سوري زين هذا بالستين مكتوب مية وخمسين مية وخمسين لا هذا اللي شسمه زين سبعين اوكي هذا اعمله صفر خلينا نعمل ران. اوكي البوتون اها زين شو هو المشكل؟ ما اريد نتجاوز الوقت. حامل بوز واشوف المشكلة وارجع لكم اخرى وياكم. طبعا كان اكو مشكلة بالديزاين. انا مجرد انه السيت سايز غيرته بالباك اوكي فراح يكون بحجمهم هما. فخلونا نعمل ران ونشوف التطبيق. اوكي التطبيق ظهر بس خليه اكبر شوي صغير جدا. اوكي هذا هو الاي بي فايندر. اوكي بالاي بي فايندر اني ممكن اكتب اي ويب سايت مثلا في حالتي اذا انا كتبته فارغ حيبحث عن الاي بي للحاسبه. فلما اضغط على الفايند ذا اي بي راح يعطيني حاسبتي 127.001. لو كتبت مثلا www.google.com فايند اي بي راح يعطيني الاي بي للجوجل. لو كتبت مثلا facebook.com find IP حيعطيني رقم الفيسبوك وهكذا. يعني هذا اول تطبيق GUI IP Finder. كيف انه احنا www.care I think الجوجل عنده IPN فقط IP واحد. فهذا تطبيق بسيط انه كيف نستطيع انه نحصل الاي بي ونستخدم الجي او اي ومكاتب النيتورك. قدرنا نعمل تطبيق بسيط انه يجد لنا اي اي بي لاي ويب سايت او على النيتورك. لهنا احنا نوصل لنهايه الدرس وان شاء الله نلتقي وياكم في درس قادم. مع السلامه.